لو الحكاية فيها إن فيتو الضرائب في معظم الدول الكبرى المتقدمة هي مصدر أساسي للدخل، عشان يقدر يعمل لك طرق ومدارس وخدمات علشان الجوانب الخدمية الموجودة في الدولة. لكن وأعتقد كمان أنه الشعب المصري ليس لديه اعتراض أن يدفع الضرائب تماما، ولكن بشرط ان انا اخد مكانه خدمات. كليه في السويد، انه في السويد مثلا على سبيل المثال بياخدوا حوالي 56% ضرائب من اي سلعه، يعني الدوله بتشارك المواطن. طب انت يا مواطن سعيد بذلك؟ سعيد، لانه بيلاقي تعليم كويس، تعليم واحد بس، المدارس كلها زي بعضها، مفيش خاص ومفيش عام ومفيش مش عارف اهلي، لا هي مدارس واحده، مش محتاج دروس خصوصيه، مش محتاج انه يركب تاكسي خصوصي او يجيب عربيه، لانه اوريدي المواصلات. هو بيقولوا لي اصدقائي اللي عايشين في الدول الاوروبيه وانا سافرت هناك، انه هو اوفر لي واحسن انه يركب مواصله عامه، لانها انظف ومكيفه والطرق جميله من اشتري عربيه. انا اشتري عربيه ليه اذا كان ممكن اروح اي مشوار بسهوله، وما بعملش زحمه في الشوارع، تبقى اروح المستشفيات انا كل معايا تامين صحي كامل. انت بتكلم التامين الصحي لا يتجاوز 25% من المصريين متامن عليهم، لا يتجاوز 25% متامن عليهم، تمام. تامينات اجتماعيه لا تتجاوز 30% متامن عليهم اجتماعيا. فانت بتتكلمي انه أزمة بلد دلوقتي، الأزمة الصحية، أزمة التعليم، خرجت من التعليم وبالتالي بدفع ضرائب ليه؟ يعني السؤال أنا هدفع ضرائب ليه؟ دي أول سؤال. السؤال الثاني أنا هدفع ضرائب مش ليه؟ هدفع ضرائب لإمتى؟ تمام؟ لإمتى هدفع الضرائب؟ يعني لازم يكون أنا عارف أنا بدفع ضرائب ليه والإمتى هفضل أدفعها عشان أقدر أساند الدولة. لا أعتقد أن المواطن المصري لديه اعتراض أبدا على أنه يساند الدولة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستقرار الموجود، ولكن بشفافية مطلقة أنا هدفع ليه وأدفعها لإمتى.